البروجكت بتاعي كان اونلاين تريننج اون باراسيتولوجيكال لاب سكيلز. الجين مام بتاعتي كان على اساس ان انا عندي الاول خالص شورت اوت كومز، وبعد كده في عندي انترميديت تيرم اوت كومز، في عندي بعد كده لونج تيرم اوت كومز. الاوت كومز الاولانيه خالص اللي هي الشورت تيرم، الكلينيكال مانيفستيشن ازاي تبقى ديسبلايد وتبقى اورجنايزد من خلال اللي هو دراما ميديسن، وفي الاونلاين تريننج على اللابوراتوري سكيلز، وكان في ان انا هنعمل سيمبل ريفيوز على الباراسيتولوجي، على الباراسيتولوجي وازاي اعمل ايدنتيفيكيشن للموديف انفكشنز. وكنت ناويه ان انا احقق 50% من البارتيسيبيتنج ستاف ان هو يكون تريند، وان 60% منهم ان هو يبدا يعمل البيزك تكنيكال سكيلز. كان في بعد كده انترميديت اوت كومز، ودي كانت بتتلخص في ان يكون في 40% من البارتيسيبيتنج ستاف يكون يبدا بيعرف يعمل لوحده البوست مايكروسكوبي ريزلتس، يقدر ان هو ايدنتيفاي، وان 70% منهم ان هم يقدروا يعملوا ديفرنشيشن ما بين الديفرنت باراسايتس، وان هم يقدروا يعملوا فولو اب للكيسز، وان هم يقدروا يعملوا الانستراكشنز اللازمه لو حد طلب منهم انستراكشن لاي ديزيز او لاي تيست. بعد كده في لونج تيرم اوت كومز، وكان ان 20% من ال 20% من البارتيسيبيتنج هيلث كير ان هم يقدروا يعملوا سيرفيز، وان هم يقدروا يعملوا يعني ممكن ازاي يعمل دايجنوستيك يونت تبقى ريفيرال يونت وتكبر معاه، وان 40% من البيشنتس من اور كوميونيتيز ان هي تكون في وعي والاويرنس بتاعهم يزيد. الليسن الصراحه اللي انا اتعلمتها بقى لما نزلت في ارض الواقع، يعني انا لقيت ان التريني معايا بيبقى متحمسين جدا جدا في الاداء لو انا اشركتهم معايا في عملية تريننج، فبقيت اخد الصور بتاعتهم وبقيت اعمل منها فيديوز، فعملت لهم شيرينج. حتة الشيرينج دي انا اتعلمتها مع الوقت صراحة، زودت اولا عندهم الحماس ان هو يبدا ان هو يبقى عنده حاجة يقدمها او حاجة يوريها لزمايله، وهو بقى معتمد في ان في حد هيوري زمايله الحاجة بتاعته دي بس طريقة كويسة، فدي ساعدتهم جدا في ان هم يتعلموا، وساعدتني انا في ان انا اكمل موضوع التريننج بروسيس بطريقه افضل. اتعلمت كمان حاجه فيري امبورتنت صراحه انصح بيها اي حد لو يعمل فيديو تعليمي، ان الفيديو بتاعته يكون فيري شورت، لان دايما دايما في التعليم بالذات دايما الناس بتلجأ للحاجه اللي فيري شورت، كل ما كان الفيديو طويل كل ما بيبقى فيه امباكت ان هو اكيد هيبقى ممل، فطبعا بيحصل له سكيب او يبدا ان هو ينط في الفيديو علشان خاطر يخلصه بسرعه. الحاجه الثالثه ودي اللي هي الكونتينيور بوست دي، انا بتكلم من خلال الفيسبوك بيج اللي انا عملتها، لان انا جربت اليوتيوب وجربت الواتساب وجربت الفيسبوك، جربت الثلاث وسائل دول. اكتر وسيله حققت معايا نتائج افضل هي الفيسبوك. الحمد لله انا دلوقتي عندي 620 فولور، وعندي 400 وحاجه عاملين لايك للبيج، والبيج انا بديها من تاريخ بدايه المشروع بتاع البروجكت بتاع الفيمر. كنت في نفس الفترة دي كنت بدأت أعمل اليوتيوب شانل بتاعتي، أو قبلها بشهر ما حققتش نفس الامباكت بتاع الفيسبوك بيج، فاتعلمت ان انا برضو حتة الكونتينيور بوست دي لازم تكون موجودة علشان خاطر ادي يبقى فيه لينك بيني وبين المتابع، لان فعلا البيج ممكن تتنسي. الحاجات التغيرات اللي انا عملتها على البروجكت من اول حاجه، يعني كنت عرضتها على حضراتكم، لا انا عملت فيسبوك بيج وعملت اناونسمنت، عملت سبونسر، دخلت برضو في تجربه ان انا ادفع اشتراك للفيسبوك علشان خاطر يعمل لي دعايه واعلان للبيج بتاعتي. التوتال فولور كانوا 613، بس هم الحمد لله زادوا النهارده بقوا 620. وبعدين بقيت الفيديوز اللي انا بحطها على الفيسبوك عملت نفسي باك اب على اليوتيوب شانل بتاعتي، ونزلت الفيديوز بتاعتي على اليوتيوب شانل وعامله لها لينك على الفيسبوك برضو. وبعد كده انا بعمل ادنج للفايندنجز سنت اللي ليا، يعني البوستات بتاعتي دي هي الفايندنجز اللي الكيمست او الدكاتره الجداد بيبعتوها لي، فخدتها وعملت منها البوستات وتناقشت فيها مع الناس، او ازاي احنا عرفنا دي كانت الباراسايت الفلاني، او مش الارتيفاكت كده، لان احنا عندنا مشكله دايما في الباراسايتولوجي ان هو في كتير قوي بيخلطوا ما بين الترو دايجنوستيك ستيج وما بين الارتيفاكت. ثانك يو.